أشرف والي تيارت على عملية التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من مركب الأمومة والطفولة، أين ستمس هذه العملية في مرحلتها الأولى مستخدمي الصحة، وتقدم فيها شروحات من الأطباء المؤطرين فيما يخص المتطوعين الراغبين في أخذ اللقاح. بالفعل لقد شرعنا اليوم على مستوى ولاية تيارت في الانطلاق في التلقيح ضد كوفيد-19، ولقد استقبلنا حصة أولى من مكونة من 1080 جرعة، وكما هو متفق عليه من طرف اللجنة العلمية هذه الحصة الأولى موجهة للأطقم الطبية والشبه الطبية اللي هي في الواجهة في المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، ثم بعد ذلك المسنين والذين هم عندهم أمراض مزمنة. إذن الظروف كلها عادية في هذا الانطلاق. نحن قمنا بتحضير هذا اللقاح منذ عدة أسابيع من الناحية اللوجستية، وقمنا بزيارات للتأكد من ذلك، واليوم تم الانطلاق فعلا في هذا اللقاح، والذي هو موجه كما قلت حسب ما تم الاتفاق عليه من مناطق الظل والمناطق المعزولة، سوف تكون لها نصيبها وحصصها من اللقاح ضد كوفيد-19. الحمد لله وعادي، ما هوش حتى فيه مشكل، وراني درتها عندها نص ساعة وما كان حتى أعراض جانبية، ونقول للناس كاع ماذا بكم تجي تفاكسينو، خاطر هو الوسيله الوحيده للقضاء على هذا الوباء. الله يا ربي، اليوم راهم جابوا لنا الفاكسين، كنا من الاوائل الناس اللي دارت الفاكسين والحمد لله. نوصي المواطن الجزائري ومواطن تيارتي بالاخص باه يدير الفاكسين هذه، وراهي كاينه وعادي كاع، رانا درناها والحمد لله يا ربي، رانا بصحه جيده والحمد لله يا ربي. وقد أبدى المتلقين للقاح عن ارتياحهم بالتنظيم المحكم وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية.